دايما بنتكلم مع حضراتكم عن دعم الدولة المصرية للرياضة ولتنمية المواهب في مختلف المجالات. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفالية بعنوان ها أنا أحقق ذاتي، واللي طبعا دي اللي يعني نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بتشتمل هذه الاحتفالية على عرض لقصص نجاح الأطفال الأيتام المتفوقين علميا وفنيا ورياضيا، فضلا عن وجود مجموعة من العروض الشعبية والفنية والتمثيلية والغنائية وأيضا الرياضية، زي مثلا ممارسة تمارين اللياقة البدنية، اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الأطفال يعني الأيتام، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بطبيعة الحال بكل النفع والفايدة عليهم هم شخصيا وعلى المجتمع ككل. أنا عجبني الاسم، يعني لو هنقف شوية كريم عند الاسم ها أنا أحقق ذاتي، حلوة حلوة كمان إن هي بتدي زي رسائل كده إن أنت قادر إن أنت لو عندك حلم تحققه، وفكرة كمان إن الدولة هي اللي قايمة بالمبادرة دي أو الاحتفالية دي، فهي بتقول لك إيه أنت حقق ذاتك وإحنا داعمين ليك. ده المفهوم الضمني اللي أنا عشان طبعا أول مرة أسمعها أفهم ده. فخليني أقول لحضراتكم كمان من ضمن اللي كانوا مكرمين في الاحتفالية دي عبد الله شكري، ده المعيد بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، والمدرب كمان من مبادرة ها أنا أحقق ذاتي، لاعب الجودو المصنف رقم 12 على العالم والحاصل على الحزام الأسود وست بطولات دولية البطل محمد عبد الموجود، ولاعب المصارعة الحاصل على بطولة الجمهورية والمركز الأول تجارب إفريقيا، ضمن كمان المشروع القومي ها أنا أحقق ذاتي البطل أحمد هاني أحمد، وكمان لاعب الملاكمة محمد البدري المنضم لمشروع ها أنا أحقق ذاتي. وزي ما كنا بنقول كده يعني ده كله بيترجم أو بيترجم دعم الدولة للمواهب الرياضية، وبيدي ثقة وبيدي كده أمل لأي بطل أو أي شاب مصري عايز إن هو يحقق ذاته، إن هو روح حقق ذاتك إحنا بندعمك. دي كلها رسائل أعتقد كنا مفتقدينها زمان، أنا بتكلم في سنين فاتت، فحلو جدا حاجة زي كده إن إحنا نشوفها، حتى يعني السمع بتاعها حلو. أنا مبسوطة لما أسمع حاجة زي كده، فيها طاقة إيجابية، خلينا نقولها كده. فكرة التنمية المجتمعية وفكرة إن أنت بتستثمري في البشر، في البشر زي ما كنت بتقولي من شوية، دي في حد ذاتها حاجة جميلة جدا، وتطمنك على ان الاجيال اللي جاية هناك من يرعاها. أيوة. يعني فاهم قصدي ايه، في ناس مركزة معاها وبتتمنى لها الخير وبتساعدها على الوصول للخير ده، فدي حاجة طبعا لطيفة جدا.